السلام عليكم. ليه المسرح اتسمى ابو الفنون؟ ناس كتير بتسأل يا ترى ليه المسرح اتسمى ابو الفنون؟ باختصار شديد جدا، المسرح اتسمى ابو الفنون لانه اقدم فن على الاطلاق في وسط الفنون الموجودة حاليا، كان هو فن المسرح. غير كده ان المسرح مع تطور العصور وتطور الفنون كان هو اكتر فن، ومازال كان هو اكتر فن بيتحط فيه كل الفنون. زي ايه مثلا؟ فن التمثيل طبعا في المسرح، فن الفنون الشعبيه في المسرح، فن الغنى في المسرح، فن الديكور في المسرح، فن الاضاءه في المسرح، فن المزيكا في المسرح، فن الشعر في المسرح، فن اي حاجه هتخطر في بالك، تكنولوجيا في المسرح، اي حاجه هتخطر في بالك هتلاقيها في المسرح. غير كده ان ناس كتير جدا بتشتغل في المسرح، ناس كتير قوي بتشتغل ورا الكواليس في المسرح عشان خاطر تطلع العمل او تطلع العرض المسرحي اللي انت بتشوفه وتتبسط منه. طيب ما حد يجي يقول لي طيب ما الافلام او المسلسلات او الاعلانات بيبقى فيها كم هائل جدا من الفنون، بيبقى وراها ورا الكواليس ناس كتير جدا. انا قلت ايه من شوية؟ قلت اول فن كان هو فن المسرح، وفن المسرح كان قبل فن الميديا عامة، فبالتالي عشان كده اتسمى ابو الفنون، وكان هو اول فن بيدخل فيه كل الفنون اللي انا قلت عليها قبل فن التلفزيون او قبل فن اللي هو ايه بقى الميديا والافلام والمسلسلات والاعلانات وكده. فعشان كده هو اول فن. جه بعديه بقى حاجات تانية زي الميديا طبعا، وممكن يكون علق عليه كمشاهدة وكحاجات كده، ولكن هيفضل الاساس ابو الفنون هو المسرح. زي برضو مثلا كتاب اعداد الممثل او منهج قسطنطين ستانسلافسكي، كان عامل منهج وباقي المناهج اللي بعديها اخدت من المنهج ده. نفس الكلام، المسرح كان اساس الفن وباقي الفنون اللي بعديها كانت من المسرح. ده باختصار شديد جدا ليه المسرح اتسمى ابو الفنون. اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.